update. رجعنا لكم من جديد في ديجيتال استوديو على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ما تنساوش تتفاعلوا معنا ديما على 71 844 404 ولا على لي سيبور ديجيتال اللي عندنا. الكل مرحبا بالناس الكل. اليوم فرحان برشا اللي باش نحكيو في ايفينمون جديد ياسر في تونس وفكره مزينه على الاخر، فكره اوريجينال ياسر. اما تبقى معناتها انا شخصيا معناتها اول ما قريت على ليفينمون هذا ما انت قلت علاش علاش هكا. هو في كل حالات راهو حاجه مزينه على مديمها اكسبيريونس اونيك، تجربة فريدة، تجربة باش تخليك ممكن تنفتح اكثر، تعمل علاقات اكثر، تعرف على ناس جدد. دونك حاجة لحق مزينة على الاخر. اليوم فرحان برشا اللي معايا زوز شباب توينسا باش يحكيونا على روندو تيك، والا اي هكا روندو تيك، جي دي جي روندو تيك، دونك كوميونيتي متاع جوجل في تونس. ما شاء الله عليهم، يعطيهم الف صحة. دونك نبدأ معك انت ابتسام، حتى بعسلامة. عسلامة، شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. لاباس، تحية لكم وكل الفريق الناشطين معكم. مرسي بوكو، عايشك. ونسلموا زيادة على صديقنا علي الدين لوريمي. عسلامة علي. مرحبا بك زهر، عايشك. شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. باهي، دونك كي نقولوا روندوتيك معناتها فما روندوني وفما التكنولوجي، معناتها زوز هذوما مع بعضهم. وهل انه يتلاقاو الروندوني والتكنولوجي؟ انا نحسهم خطان متوازيين لا يلتقيان الا باذن الله، والله هو اعلم بطبيعه الحال. اذا كان تدخلوا انتم تنجموا تقربوا من بعضهم، على خاطر الناس جينيرالمون يقول لك اليوم وليت فما حاجه اسمها ديجيتال ديتوكس كامب، معناتها يقول لك نعملوا روندو ولا كامبينغ وما نهزوش معانا دي سمارت فون، نهزوا تليفون عادي باش نعملوا ديتوكس لمده زمنيه نتاع اسبوع وإلا 10 أيام، نبعدوا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه ممكن يعاون أكثر الناس اللي تعاني من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وإلا ماشية في ثنية الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي. وإن شاء الله في مرة من المرات نعطيكم بعض الأرقام على الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي هي موضوع مخطر على الأخر. ويزمنا خاصة الأولياء يلزمكم تردوا بالكم صغيراتكم. صحيح يفرح كي تشوف ولدك صغير يعرف يمانيبيولي لي ريزو سوسيو وكل شيء، وانا نحب نقول لك زيد من الموقع هذا وما فما ما اسهل منه، معناتها ماهوش يسوق في طياره ولدك انه يمانيبيولي، خاصه بالنسبه للجيل الجديد نتاع تو. معناتها كان انا مثلا في عمر هذا حليت عيني نلقى لي ريزو سوسيو حاجه بيه ونعرف المانيبيولي ونتعاملهم. اما بور لي جون معناتها نتاع اليوم راه حل عيني في وسط الريفوليسيون ديجيتال هذه الكل. دونك من البديهي كيف ما احنا كنا قبل نلعبوا بالكوره في الحومه وغميضه وتصاوروا ولا اللعب القديمه هيك وكل فهمت النحله والبيس وكل شيء. دونك هما تو ما عندهمش هذوما، عندهم ببجي، عندهم كول اوف ديوتي، عندهم فري فاير، عندهم شو اسمها الاخرى ذا لورد اوف مش ذا لورد شو اسمها هيك لول. اي فوالا، اي لول هذيك لا عاده في الادمان عامله بعمايلها. اي دونك بالنسبه لي حاجه مزينه على الاخر اليوم انه حتى كان نمشيو الروندو مانيش باش نمشيو باش نكونيكتيو على الفيسبوك. هذا اللي باش نحاول تفسر لنا اليوم ابتسام. ساعه قبل كل شيء ابتسام، الكوميونتي نتاع جوجل اليوم شكونهم؟ شنو هي ليزاكتيفيتي نتاعهم في تونس؟ شنو يعملوا في تونس بالضبط؟ اوكي، دونك مرحبا بكم الناس الكل. انا ابتسام حتاب، انجينيور انفورماتيك، كوورجنايزر جي دي جي سوسه، وممبر في وومن تك ميكر سوسه. بالنسبه لجي دي جي جروب شنو هما؟ هو جوجل ديفلوبر جروب، هي كوميونيتي تبع جوجل تاع عباد عندهم بليز اون اكسبيريونس في لي تكنولوجي نتاع جوجل، ويسعوا باش يوصلوهم للي زيتيديون العباد الانتريسي بالدومين هذايا. الجوجل جوجل ديفلوبر جروب اللي هي جي دي جي موجوده في 6 تشابترز، في موجوده في 400 تشابتر في العالم الكل، 6 تشابتر اللي هما في تونس. نذكروا بار اكزومبل جي دي جي سوسه، جي دي جي مونستير بار اكزومبل، او بيجا بار اكزومبل. دونك جي دي جي روندوتيك هو كو اورغانيزاسيون انتر جي دي جي بيجا و جي دي جي سوسه. وعنا زيادة في اللي تكنولوجي جوجل، جوجل جولانج كوميونيتي، وعنا الفلاتر كوميونيتي. جولانج وفلاتر خصوصا دي تكنولوجي تابعين لجوجل، فيهم دي كوميونيتي، دونك عباد سبيسياليست يديفلوبيو في اللي تكنولوجي هكينا، دونك عملوا ان كوميونيتي باش يوصلوها وتكون سيبلي لي فورماسيون اللي باش يعملوها. تقريبا قداش فما من 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 مومبر في الكوميونيتي نتاع جوجل الكل في تونس؟ برشا، خاطر ما فماش كان لي جي دي جي. فما اكثر من 100 معناتها؟ برشا أكثر بياسر، معناتها نحكيو على 2000 3000. وي بالالاف، خاطر جوجل عملت ان بروجرام زيدا بور لي ستودنتس لي زيتيديون اللي في اللي هو جوجل جوجل ديفلوبر ستودنتس جروب، اللي هو في كل فاكولتي يعملوا ان جوجل كلوب
معناها بارتو لي فاكولتي لي فيهم انفورماتيك اي ليسونس انفورماتيك ولا دومين انفورماتيك اون جينيرال دونك يعطيوهم دي فورماسيون فما ان بروغرام بيان ديتيرميني ديدي لي ستودنتس اللي هما غادي جي دي جي بلس يجرب يكون واحد ستودنتس و جي دي جي اون باراليل اما برسك العباد اللي ما تنجمش تكون جي دي اس سي وهي ماهيش ستودنتس اما في جي دي جي يجمو يكونوا موجودين دي بروفيسيونيل في جي دي جي ديجا بدينا غادي احنا بعد باش وصلنا للجي دي جي بدينا ان جوجل كلوب بشويه بشويه لي فورماسيون تبعنا ان بروغرام بيان ديتيرميني ني بعتي لي خدينا ليكسبيريونس باش ولينا دخلنا لجي دي جي ولينا مؤهلين نكونوا ممبر في جي دي جي مي احنا باش نحكيوا ساعه ليفينمون نتاعكم قبل كل شيء عندي شويه فضول انا نحب نسال شويه اسئله هكي شويه فضول فهمت انت زاد علي انجينير انت اي مي قديش ناوي تكمل تقعد في تونس حتى الوقت ايش والله خاطر نعرف النتيجه على ذاك سالتك حتى الوقت ايش باش تقعد في تونس بس ديبون ما تخمم مثلا معناتها عادي راه من حقك راه مانيش مش حاجه خايبه بالعكس ما اذا كان اليوم نحكيو في مجتمع عالمي وانه العالم ولا قريه وانه في عهد العول ما راه ما فماش هذيا من الناسيوناليتي وهذا ديجا اليوم الدول اللي تقدمت ما تقدمت كان كي حلت على بعضها على بعضها معناتها خاطر يقول لك سكيلز راهو ما تنجمش تحصرها بالناسيوناليتي معناتها اذا كان انت باش تعطيني البلوس مرحبا بيك وانت باش تعطي البلوس مش للشركه بحد ذاتها إيه؟ للبشريه جمعه معناتها هذه اللي ممكن الناس ما حبش تستوعبوا راه اليوم اللي فما دي كومباني كبار كيما جوجل مثلا الفابيت مثلا راه ما مانيش نحكيو على هي باش تاخذ بروفي هما البروفي نتاعهم جاهم به معناتها فلوسها جاهم به فهمت دونك تخمم هكا ساعات نخمم ساعات ما نكذبش عليك ما نخممش مي ماهيش حاجه معناها البيت نتاع لازم نخرج من تونس معناها فما لا بوسيبيليتي اني نقعد في تونس معناها اما زاد كي تجيك اوبورتونيتي باهيه تقول ما فيها بس وي اكيد وانت ابتسام سيم كيف كيف فوالا مي سي قعدت نحب نقعد ك امبلوي معناها نقعد نخدم في لي سوسيتي انفورماتيك مي ان سارت مومون في تونس ولا عندنا ايكو سيستيم بيان ديتيرميني بور لي ستارت اب مع فما ان سوبر نتاع الكوميونيتي اون جينيرال دونك زاد فما بوسيبيليتي كي نحدي لان ستارت اب واي نوت مثلا انت من رايك انت تشوف اللي ستارت اب اكت حاجه ريفولوسيونير ومتاكدين ساعه هذه اما حاجه باهيه برشا في تونس باهيه برشا برشا اما مازالت ناقصه ناقص شويه فهم بالعباد اللي عندهم لي بوست يفهموا اكثر معانا الوقت مش ستارت اب اكت ناقص لا مش ستارت اب اكت بون فما نقائص اكيد اما لي زافونتاج زاد مزيانين راه وي بيان سور معناتها شكون كان يحلم نهار في تونس باش يقول له راهي الدوله باش تنفستي لمده 5 سنين وما يهمهاش كاريمون معناتها ما يهمهاش املنا الوحيد انه نخرج من بعد وحيد ليكور فهمت وحيد يضرب هكايا فرنسا على فكره عندها اوبجيكتيف في 2025 الاوبجيكتيف نتاعها انها تعمل 20 ليكور معناتها تكون ستارت اب من بعد تتلانسا فرنسا عملت 25 ليكور وقبل بثلاث سنين معناتها وصل الاوبجيكتيف نتاعهم قبل بثلاث سنين نحكيو على 20 مليار معناتها دوغو معناتها مونتون كبير على الاخر افهم انت الديناميكيه نتاع الخدمه المارشي دومبلوا باش يتحل اكثر برشا حاجات باش تبدل عندنا فرصه في تونس باش في يوم من الايام حسب رايكم انتم هاكم كونيكتي وتخدموا ياسر مع عندكم علاقات نتصور مع اصحابكم اكيد كل واحد في الانتوراج نتاعو يعرف شكون عامل ستارت اب وكل شيء عندكم شي هكا فكره تحسوش اللي فمك الامل اللي بالك فما فكره هكا مزيانه على الاخر وتقول هذيك عندها شانس انها باش تلانسا غوت فما امل معناها فما برشا ستارت ابات توا في تونس تلانسيت و وتخدم في الدومين نتاعهم في العالم الكل فما بالحق نحكيو على الستارت اب في تونس معناها دي بارتنير مع جوجل ومايكروسوفت وانفيديا معناها وصلوا للانترناسيونال معناها دونك نتصور مهنا معناتها لهنا اذا كان فما المشكله تولي مشكله نتاع كوميونيكاسيون خاطر احنا في تونس سهل انه نسوقوا الفشل سهل انه نكشفوا الفشل سهل انه نحكيوا على الفشل معناتها متفرج فارس والناس الكل تفهم 12 مليون ولا يفهموا حتى في الستارت اب فهمت في الايكو سيستم الكل اما الصعيب انه باش نسوقوا باش نقولوا هذه فكره راهي تونسيه هذه شركه تونسيه كفاءتها تونسيه ونجحت على خاطرها تونسيه ماهمش ظاهرين اليوم في تونس فما اللي ظاهرين وفما اللي مازالوا مش ظاهرين ولازم يظهروا
لازم كوميونيكاسيون عليهم هما مي فما ناقصين برشا الكوميونيكاسيون ناقصين برشا الكوميونيكاسيون مي نرجع مالا للروندوتيك نتاعنا كنت تفسرونا كيفاش جات الفكره شكون العقل المدبر كيفاش انتم كيب قاعدين هكا قلت والله انا فديت من تيلي ترافاي بطبيعه نصور راكم تخدموا ياسر تيلي ترافاي تخدموا تيلي ترافاي برشا اي فوالا اي خدمه بالبيسي اليوم تخدم تيلي ترافاي احنا في خدمتنا ما نجموش نعمل تيلي ترافاي كاش باش تستوديو كامل تركبوا في الدار مش عليك شي تعمل تيلي ترافاي دونك برسمي سون شونسو اللي نجموا يخدموا على ديستانس على فكره راهو اكثر من 50% من الطاقه من السكان الناشطين في الولايات المتحده الامريكيه ديسي 2027 اكثر من 50% مش يولوا يخدموا تيلي ترافاي اي اون فريلانس زيد معناتها اون فريلانس معناتها اليوم لا توندونس يقول لك ما عادش تربطني بثمانية سوايع خدمه في النهار اعطيني تاسك اعطيني اوبجيكتيف اعطيني ديدلاين وبيدجي ما عرفش معين قداش باش تفهم وحاسبني بالخدمه وكا دونك شكون كيفاش جات الفكره احكي لنا دونك احنا جي دي جي بيجا و جي دي جي سوسه جاتنا ليدي كيف مشينا في ديسمبر هذايا البيجا مع دي فيست بيجا دي فيست زاد هو ايفينمون اللي هو فيستيفال دي تكنولوجي تابع جوجل وكل كوميونيتي جي دي جي كل جي دي جي تورغانيزي دي فيست نتاعها دونك احنا اونيتي انفيتي وقت عرفنا جي دي جي بيجا والكو اورغنايزرز نتاعهم الكل جات ليدي انه علاش ما نخدموش ايفينمون مع بعضنا الوركو مشينا واحنا في الثنيه بيجا مزيانه فما برشا بيزاج معناها محليهم وكل دونك اكلي كيف حكينا ولينا قلنا احنا خصم في سوسه معناها بار اكزومبل ف تري فافوريزي كوتي ايفينمون كوتي دي اكتيفيتي اي تو دونك حبينا احنا نخرجوا من التشابتر نتاعنا نخرجوا من اللوكال كوميونيتي نتاعنا ونفتحوا على اكثر ولايات اخرى نكبروا السيبل نتاعنا ككوميونيتي ونفيزيو العباد اللي هما موان فافوريزي كوتي ايفنتس وكوتي تكنولوجي والانتون ولهنا فما مشكله اللي حكينا فيها قبليك في الاوف انه في معناتها في المناطق الداخليه اليوم في تونس الجهات الداخليه عندهم دي فاكولتي فما دي فاكولتي فما ليكيبمون فما الانفراستركتور معناتها موجوده فاكولتي تلقاها زاد بني جديد مش كيما اللي براتيكمون معناتها في جرون تونيس ولا في المدن الكبرى تلقاها فاك قديمه من المبنيه في التسعينات ولا في عام 2000 وكل شيء هذوما دي فاكولتي جدد اما المشكله يفتقروا للديناميكيه للحركيه معناتها بارده ما فماش كل اكتيفيتي هكا نتاع تلقى طلبه ينظموا لك كل جمعه فما ايفينمون فما 50,000 كلوب معناتها انا نعرف في الفاكولتي في تونس احنا كل جمعه يكلمونا ايفينمون عندي كذا عندي ابيل اكسيون عندي كذا معناتها وين بيرسونيلمون حضرت في قداش من ايفينمون معناتها في الفاكولتي في تونس معناتها فما حركيه انا كي ندخل لاي فاكولتي اليوم في تونس نلقى تابلو فيه على الاقل فما 15 كلوب معناتها كل كلوب في تخصص كل كلوب فيه كوميونيتي معينه شنو هي المشكل اليوم؟ المشكل هو النقص نتاع التوعيه والنقص نتاع معناتها كيش نوصل المعلومه للبلايص هذيك معناها توا مثلا في المناطق الكبرى كيما تونس وسوسة وصفاقس كل مثلا ما عرفش فما برشا دي سوسيتي غادي جينيرالمون لي سوسيتي تلقاهم يلوجوا برشا على البروفيل ويحبوا على دونك يسبونسريزي وحتى هما لي ايفينمون اكزاكتومون تلقاهم دي بارتنير مع دي كلوب اكزاكتومون معناها هما معناها يوصلوا يبعثوا معناها اللي يخدموا معاهم باش يوصلوا المعلومه باش يعطيو معناها باش يقولوا لهم راهو فما تكنولوجي كذا فما تكنولوجي كذا معناها فما سيبور بلوز اوموان دونك في الجهات الاخرى بلوز اوموان تعرف المشكله نتاع تونس اللي كل شيء سنتراليزي بلوز اوموان دوكو معناها المعلومه مش قاعده توصل معناها تلقى عباد موتيفي غادي تلقى عباد تحب تعمل توصل تحب تلوج عليهم مي بلوز اوموان ما تلقاش شكون ياثرها ما تلقاش شكون يوجهها ما تلقاش شكون يقول لها اختار تكنولوجيا هذه راهي توندونس توا هذه معناها راهي ماش توندونس بلوز اوموان معناها تلقاهم واحلين في التكنولوجيا القدم ماهمش يتبعوا في التوندونس خاطر ما فماش تاثير فماش شكون يقيدهم فماش شكون يوصل لهم يعني وراهم شنو الشيء ماصح دونك نقص كبير نتاع حركيه هذه يعمل نوع نتاع تفاوت بين الجهات اليوم انه تلقى كل شيء سنتراليزي في مدن كبرى فما لي زاكتيفيتي فما لي زوبورتونيتي زاد تلقاهم برشا ما عرفش اذا كان اليوم في المناطق ولا في الولايات اللي موجوده في الداخل وكل شيء هل انه فما شركات تخدم زاد على المجال التكنولوجي ولا نتصور فما في كل بلاصه اليوم فما شركات اما ممكن ماهمش بالكثافه المطلوبه والاكتيفيتي نتاعها ماهيش بالنسق نتاع اللي مطلوب دونك نتصور هذا يعمل مشكله وي اكزاكتومون دونك على ذلك انتم خممتوا
باش المره هذه وين باش يكون روندوتيك؟ روندوتيك باش يكون في 8 ولايات ان شاء الله لهنا، باش نخدموا فيفري ومارس دونك لي ويكاند الكل براتيكمون سبت ولحد سولون لي ديسپونيبيليتي نتاع ترينرز نتاعنا نتاع لي ريجيون لي فيزيناهم لي فاكولتي. دونك باش يكون في بيجا، جندوبه، سليانة، قيروان، جابس، نابل، مهديه و وبنزرت فوالا. برافو يعطيكم الصحه. دونك 8 ولايات مش شويه راه ماهوش شويه وباش يمشيو اون باراليل ولا كل فتره في ولايه؟ احنا نورمالمون باش نخدموا كل فتره في كل ولايه ويكاند. كل ويكاند في ولايه. حاجه عظيمه على الاخر، معناتها باش تعملوا دوره انتم في تونس باش تحوسوا اكزاكتوم هذيك روندوني باش تعملوا. والله يعطيكم الصحه. باهي، وباش تكون روندو حقيقي في غابه ولا تمشيو للفاك نتاع البلاصه هذيك؟ لا نمشيو للفاك، خاطرنا كان انفورماتيك، لازمنا ايكيبمون، لازمنا انترنت، لازمنا دي بي سي، سلون كيفاش نوصلوا التكنولوجي. ما فيها بيس، كلموا ايلون ماسك يبعث لنا شويه هذاك ستارلينك هذاك البروجي نتاعو وهكا تجبد وقت الكونيكسيون وكل شيء. اذا بينا احنا كان عندنا كونتاكت. واش قال لك انت تكمندي كعبه هكاك مع عند ايلون ماسك؟ ومن بعد يقول لك تخلص صومها 5 مرات، ما عرفش معاليم الديوانيه ولا ادائات ولا حاجه ترسي لك تشريها يظل ب 100 مليون، تكلف لك 100 مليون خليها غادي. والله مشكله نعانيو منها اليوم في تونس، برشا عباد ساعات يتصلوا بينا ولا يتفاعلوا معايا يقولوا لي بجاه ربي احكي على الحاجات اللي نكمنديوها من برا، راهو معناتها يقول لك نقبلوا ندفعوا اداء للدوله ومتفاهمين حاجة ما جاية من برا دونك يلزمك تخلص عليها وكل شيء، ويلزمنا نشجعوا زيد المنتوج التونسي هذيك أولوية معناتها بارابور المنتوجات الكل، أما زيد نكونوا ريزونابل شوية معناتها أنه نشجعك حاجة وأنه ندفع زيد واجب اليوم أنك تدفع ضريبة، واجب وطني بتاع أي مواطن صالح يحب بلاده راه باش يدفع ليزامبو. أما معناتها كي تاكسيني هكيك علاش؟ معناتها لا أنت تستنفع لا أنا نستنفع، ما يستنفع حتى حد، وتقعد الحكاية الغادي وتوفى غاديك. دونك شوية مرونة هكي باش ما تسيلش، نتصرفوا بالموجود تو ما يسيلش. دونك في في 8 ولايات باش تعملوا روندوتيك نتاعكم، كان عندك شي فكره على البروغرام مثلا بالنسبه للروندوتيك الاولاني شنو فيه؟ وي عندنا البلانينغ عليه. تحب البلانينغ تاع شنو معناها كل فاك وقتاش والا شنو ما يسيلش كل فاك وقتاش، ومثلا في الفاك شنو التيم؟ اسكو كل فاك عندها تيم معين ولا كلهم كيف كيف؟ باهي، لي تيم اون جينيرال باش يكونوا ويب، اي موبيل، اي انتيليجنس ارتيفيسيال، كلاود، و تو سكي سيرفور وكل. واحنا معروفين في الكلاود، احنا بلاد الكلاود كمل. احنا بلاد الداتا، اي بيج داتا عندنا تقام كراسات ريجيستر ليزارشيف والله، وعليكم على ضاعتك الورقه عاد مشينا فيها. دونك هذوما لي تيم اللي باش تخدموا عليهم، اسكو في كل فاكولتي باش تخدموا على لي تيم هذوما الكل ولا كل في كل ولايه فما تيم معين؟ لا لا لا، في كل فاكولتي باش نخدموا على لي تيم هذوما كل مع بعضهم. ممتاز ممتاز، معناها باش نحاولوا نوصلوا لي تكنولوجي لو ماكسيموم دي تكنولوجي لي توندونس نتاع اليوم. صحيح، لي توندونس للي فاكولتي كل بالطبيعة حسب الديسبونيبيليتي نتاع الترينرز وحسب الانفراستركتور نتاع الفاكولتي هذيك ولا البلاصه. باهي، لي انستركتور منين باش تجيبوهم؟ منا وفينا. منا وفينا. باهي برشا. توانسة، خبرات تونسية، كفاءات تونسية باش يحاولوا يعملوا الميزاجور للزملاء ولا للطلبة اليوم التوانسة باش يحطوهم هاو شوين وصلت اليوم التكنولوجيا، هاو اليوم شنو هي لي دوموند تاع المارشي، هاو شو ما لي تشالنج دو لافنيغ نتاع التحديات تاع المستقبل اليوم تطرحها. مثلا إذا كان ناخذوا موضوع نتاع الانتيليجونس ارتيفيسيال، أنه إنسان يخدم على جوجل ويخدم في الديبارتمون تاع الانتيليجونس ارتيفيسيال، نصورها حاجة صعيبة على الآخر، فهمت؟ عندنا في تونس اليوم مجالات متقدمة في ال... في ال... عندنا شكون اليوم في تونس كفاءات متقدمة في الذكاء الاصطناعي؟ أكيد عندنا وبرشا. عندنا زاد عندنا كفاءات في تونس اللي هما دي جوجل اكسبير، يخدموا في جوجل واكسبير. لا ما يخدموش في جوجل، اما جوجل معترفه بهم اللي هما دي اكسبير، هما دي اكسبير في الدومين هذاك في الانتيليجنس ارتيفيسيال. الانتيليجنس ارتيفيسيال انا ظهر لي 8 دي اكسبير، عندنا 8 دي اكسبير في تونس ما شاء الله. تونس في دومين الانتيليجنس ارتيفيسيال، فما زيد في الانجلر اللي هي الويب. وي في الويب زيد. دونك شكون فيكم يعمل على الانتيليجنس ارتيفيسيال؟ هو حتى حد زوز احنا زوز. لا زوز مش دومين الانتيليجنس ارتيفيسيال. بون انا نخدم ام ال اوبس ماشين ليرنينغ اللي هو في الانتيليجنس ارتيفيسيال، مي كوتي اوبريشنز مش كوتي ديفلوبمون ندير. اما عندكم شكون في الكوميونتي يخدم على الاي الانتيليجنس ارتيفيسيال؟ سي لافنيغ ولا بيان سور سي لافنيغ؟ نقولوا ماشين ليرنينغ توا ساعه على الاقل 20 سنه 30 سنه ولا معاش باش تقعد
باش تقعد هي موجوده ودومين ومشي هي الباز معناها ديجا باش بلوز او موا كيما نقولوا كيما كانت جات الالكتريسيتي اللي قلبت الدنيا كلها دونك هي الباز هي اللي باش تقلب الدنيا كلها بدل الدنيا كما نعرفها توا باش تولي حاجه اخرى وصعيب اليوم انك تعمل ماشين معناتها فيها الانتيجنس ارتيفيسيل وتتعامل مع البشر عادي وعندها مشاعر خاصه المشاعر مشاعر ليه قاعد نقرا في ديزارتيكل ساعات والله يحكيوا على دي بروتوتيب يقول لك رانا قاعدين نلوجوا كيفاش باش نردوا الماشين هذي ولا الروبو هذي عنده مشاعر حاجة تخوف على الاخر حاجة تخوف اكزاكتلي مي انه كنتي تفهم انت من البوستس مثلا اللي في السوشيال ميديا ولا حاجة المشاعر واللي سنتيمون ان جينيرال دونك بوسيبل الحكاية بوسيبل وسهلة خير يعني المشاعر اما هي ما عندهاش مشاعر هي ما عندهاش مشاعر هي تفهم المشاعر تفهم المشاعر تفهم المشاعر وتنجم كي تبرمجها باش تتعامل مع المشاعر يقول لك تلقى انسان مثلا متغشش على الاخر وتبيك تبروفوكي اوكي باش تصرف معاه بمشاعر اللي هي سامباتيزي معاه معناتها حتى فما لي جوجل اسيستنت فما اليكسا باكزامبل ولا دونك كي تبدا انت مش في المود تنجم تبروغراميها باش تحط لك مثلا ميوزك اللي باش تكلمي لك المود نتاعك حاجه هيك دونك نتصوروا في 30 سنه جايين باش تبدل برشا الدنيا باش تبدل برشا باش تبدل معناتها باش تبدل لازمنا نخطوا من توا نبداو نتبعوا من توا سينو باش نضيعوا باش نوليو كيما العباد الكبار توا مش فاهمين حتى شيء من التكنولوجيا ان شاء الله نقعدوا عاملين ميزاجور في الوقت نتاعها وقتاش الموعد وكيفاش الناس شكون ساعه اللي نجموا يلتحقوا براندوتيك شكون ينجم يشارك شكون شكون باش يمشي معاكم والا الناس اللي تسمع فينا توا في الولايات اللي سميناهم عندهم موعد مع راندوتيك اسكو فما معناتها طريقه للانخراط ولا تسجيل كيفاه فوالا دونك احنا 17 فورماتور دونك باش يكونوا في لي دومين اللي ذكرهم عليه منا وفينا من الكوميونيتي ان شاء الله باش نبداو بار اكزومبل في بيجا الويكاند الاول الويكاند الثاني باش نبدا نكونوا في الكيف في ازات الكيف في ازات القيروان وازات القيروان باش نخدموا الويكاند الثالثه نتاع فيفري بعثي لي لو 26 لو 26 و 27 باش ازات نابل اي فاك دو سيونس بنزرت في مارس اول مارس باش نكونوا في جيبس ان شاء الله ايزيما مهديه لو 12 مارس اي 13 مارس بون عندنا ايفينمون اللي هو اي دبليو دي انترناشونال وومن داي تو نحكيو عليه ان شاء الله في فرصه اخرى لو 19 باش نكونوا في سنتر اليف في سيليانا ولو 26 باش نعملوا الكلوتور نتاعنا زاده في بيجا ان شاء الله دونك تنطلق المغامره ان شاء الله نهار 4 ولا نهار 5 نهار 5 في بيجا ان شاء الله نهار 5 في بيجا ونسكروا في بيجا ان شاء الله ندور ونسكروا في بيجا تحيه لكل مستمعينا في بيجا اي تفضلي كي عندك كل خاطر الوقت سي بون اوكي دونك بالنسبه لكيفاش يبارتيسيبي وتابعونا على الباج فيسبوك جي دي جي بيجا وجي دي جي سوسه ليفينمون اسمه جي دي جي راندوتيك الفورميلير باش يهبط باش نهبطوا البلانينغ شكون هم الترينرز والفورميلير يهبط كل نهار 2 باش الفورماسيون تكون ان شاء الله نهار الاحد بارفي يعطيكم الصحه شكرا علي نحب نشكر برشا العباد اللي الفاسيليتاتور نتاع البروغرام هذايا في لي ريجيون الغادي نوتر بارتنير فيسكال سي ليبر و بي ديجيتال جروب اللي هما السبونسور في نتاعنا اوفيسيال نوجه زاده تحيه لكل الطلبه وخاصه الكوميونيتي اليوم نتاع جوجل اللي هي كبيره ياسر في تونس بالالاف راهو عندنا بالالاف ناس نهار كامل اللي هما غاطسين في طنبك التكنولوجيا معناتها في قلب التكنولوجيا نتمنى لكم كل التوفيق شكرا لكم شكرا على قبول الدعوه بالنسبه لكم انتم اللي تسمعوا فينا ما تنساوش ديما باش ترجعوا تسمعوا من بعد حتى لي ريفيرونس نجموا تلقاو كيف ما قالت لكم ابتسام تدخلوا يا اما جي دي جي بيجا ولا جي دي جي سوسه ولا جي دي جي راندوتيك تلقاو غاديك المعلومات الكل اللي تناسبكم والمعلومات اللي تفيدكم وقعدوا معنا نرجع لكم بعد شويه في الساعه الثانيه مع ستارت اب